الله ونصلي على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله هعمل لكم حاجه جميله جدا وسهله وبسيطه وان شاء الله موجوده. هعمل لكم ان شاء الله كاسات الكيكه بالشوكولاته صوص الدانت وايه وقطع البسكوت. دلوقتي بقى هقول لكم ايه هي المقادير. بصراحه حاجه جميله جدا ومتوفره ومش غاليه وان شاء الله هتعجب اولادك كتير. فدلوقتي احنا معانا هنا جايبه هنا دانت زي ما انتم شايفين اهوت، ودوت ايه شوكولاته مبشوره، ودوت زي ما انتم شايفين كده انا جايبه هنا بسكوت ومكسره. جيبي انت بقى البسكوت اللي انت عايزاه، بسكوت دابو بصراحه جميل جدا وكسرته زي ما انتم شايفينه كده. وطبعا انا جايبه هنا كيكه بالشوكولاته اهيت زي ما انتم شايفين عملتها. طبعا ينفع تعملي الكيكه ديت بالايه بالكيكه الهوز او التوينكس زي ما انت عايزه، بس انا ايه حبيت اعملها بالكيكه الشوكولاته اللي انا عاملاها. طبعا كيكه الشوكولاته ديت انا عملت فيها ايه او عملتها ازاي. طبعا جبت كوبايه سكر، 3 بيضات، كيس فانيليا، كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، 2.5 دقيق، ونص كاكاو خام، نص كوبايه كاكاو خام، وكيس بيكنج باودر. هي ديت كلها ونخلط الحاجه كلها مع بعض، وبعد كده ندخلها الفرن على درجه حراره 180 ونطلعها لما ايه تستوي معانا ونجربها ايه بخله الشيش طاووق. دلوقتي بقى انا قلت لكم اهوت المقادير، هنبدا بقى مع بعض كده. جايبه هنا اهوت الكاسات اهيت زي ما انتم شايفين كده. هنرص بقى الحاجات ديت ايه طبقات كده معانا اهوت. ماشي، هنحط الاول ايه الكيكه زي ما انتم شايفين كده، انا مقطعاها اهوت قطع كده. ماشي، هنحط بقى ايه في قلب الكاسات كده اهوت. عيالك هيحبوها جدا وبصراحه جميله ومش مكلفه خالص زي ما انتم شايفين اهو. طبعا غسلين ايدينا كويس اهو، نحط كده اهوت ايه في كل حته كده. ماشي، ونضغط عليها بالمعلقه كده اهوت عشان ايه نثبت الكيكه تحت اهو زي ما انتم شايفين كده. هنحط بقى ايه زبادي الدانت اهو، هنحط حاجة بسيطة اهوت. زي ما انتم شايفين كده نفرده كده في الكاس زي ما انتم شايفين كده. طبعا مش عايزة تحط زي ايه الدانت دوت، ممكن تحطي كريم شانتيه هوريكو برضو زي ما انتم شايفين كده اهوت اهو. ماشي، هنحط بقى البسكوت من فوق اهوت اهوت اللي احنا مكسرينه. نحط كده اهوت ايه حاجات كده اهوت، طبقة برضو منه اهوت، نفرد كده اهو في الكاس برضو. زي ما انتم شايفين كده اهوت، صراحة جميلة جدا وسهلة، حاجة حلوة اهيت معمولة في البيت وبطريقة بسيطة جدا وسهلة. ماشي، زي ما انتم شايفين كده حطينا ايه طبقة الكيكة وبعد كده طبقة الدانت وبعد كده البسكوت. هنحط بقى ايه شوكولاتة مبشورة اهوت زي ما انتم شايفين اهوت. طبعا عايزة تحطي شوكولاتة سايحة طبعا ممكن تحطي، دي بقى اختياري اهوت زي ما انتم شايفين كده. طبعا اللي بيحب الشوكولاته طبعا هيعجبه الطريقه ديت. طبعا بقولك بتحبي بقى تعمليها بالكيكه، تحبي بالكيكه بقى انواع بقى زي ما انت عايزه زي ما انت شايفه كده. هي ديت الطريقه اهي، سهله وبسيطه جدا، ودي شكلها. ماشي، هعمل بقى بقيه الكاسات وارجع لكم تاني، استنوني. انا هنا عملت اهوت كريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده. جبت نص كوبايه كريم شانتيه خام ونص كوبايه لبن ساقع وضربناهم مع بعض لغايه ما بقى القوام كده زي ما انتم شايفين. هنحط بقى ايه في الكاسات برضو اهوت، هعمل برضو واحد معاكم اهو. هنحط برضو الكيكه اهوت، يعني ينفع بالدانت وينفع طبعا ايه بالكريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده. نوزع كده في كل حته اهيت اهو. هنحط بقى ايه طبقه، بدل ما نحط الدانت هنحط الكريم شانتيه فوق الكيكه اهو زي ما انتم شايفين.
وهنسويها زي ما انتوا شايفين اهوت. حطينا طبقة كريم شانتيه وحطينا قطعة بسكوت زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط بقى الباقي ايه متكسر كده اهوت. طبعا انت ممكن تزيني ايه بأي حاجة عندك اهوت زي ما انتوا شايفين كده ماشي. هنحط برضو ايه شوكولاتة مبشورة اهي، حاجات كده بسيطة زي ما انتوا شايفين كده. وزي ما انتوا شايفين كده خلصنا اكواب الكيكه بتاعت الشوكولاته زي ما انتوا شايفين كده بطريقه بسيطه جدا وسهله. يا رب تكون عجبتكم، لو عجبتكم طبعا تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس عشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد مني. وطبعا عندي سؤال ليكو، انا ليه هنا عملت كله بالشوكولاته ما عدا هي واحده بس عملتها بالكريم شانتيه زي ما انتوا شايفين كده؟ اللي يعرف يا ريت يكتب لي في الكومنتات تحت انا ليه عملت هنا كله بصوص دانة الشوكولاتة ما عدا هي واحدة بس اللي انا عملتها بالكريم شانتيه. ياريت اللي يعرف يكتب لي تحت في الكومنتات. وكده يبقى انا خلصت معاكم فيديو النهاردة، اسيبكم في امانة الله، مع السلامة. خليك لي غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وخليك لي غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا ومن